هي أشبه ببروفا عاشها القطاع الصحي في الأيام الأخيرة عقب الضربة الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية، فلم تجد المستشفيات التي آوت جرح الغارة صعوبة في المواجهة واستوعبت حوالي 100 جريح. فبعد الخطة الموضوعة والتي جرى العمل عليها بين وزارة الصحة والمستشفيات، يمكن القول أن الأمور تسلك المسار السليم. طريقة تصرف المستشفيات، مستشفيات الضاحية اللي نوجه لهم التحية، أثبتت فعالية الخطة والتدريبات يلي قامت فيها المستشفيات بإشراف وزارة الصحة. هلأ السؤال يطرح إذا كانت حرب طويلة. هون يعني في عدة اعتبارات بدها تتاخد. أولاً نوعية الحرب يلي بدها تكون. إذا الإسرائيليين عملوا مثل ما عملوا بغزة، ضربوا المستشفيات، قصفوا المستشفيات، اعتبروها كهدف عسكري وعملوا ذات الشيء هون، ساعتها بطبيعة الأمور ولا خطة بتمشي ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن بحرب كلاسيكية، خلينا نقول شبيهة بال 2006 ولكن على أقوى، نحن قادرين أنه نستوعب وقادرين أنه نستقبل كل الجرحى اللي ممكن يسقطوا. وإلى جانب الخطة الموضوعة، يجب اتخاذ عدة خطوات أخرى إضافية. مفروض بحال وقوع حرب أنه يصير في متابعة يومية من قبلنا كمستشفيات وأكيد من قبل وزارة الصحة، لأنه رح يكون في تطورات كل يوم، رح يكون في صعوبات كل يوم. في صعوبات واجهناها بحرب 2006 يمكن هي نفسها نواجهها، وهي مثلا العدو الإسرائيلي كان عم يستهدف الشاحنات اللي بتنقل الفيول والأكسجين للمستشفيات، واضطرينا نتدخل مع الصليب الأحمر الدولي لحتى عادوا يسمحوا للشاحنات إنه مر المواد للمستشفيات. وبالتالي يعني ما فينا نقول طمنا بالنا وعملنا كل شيء، لا، في عنا مشكلة ببعض الاختصاصات الأطباء. على سبيل المثال جراحة الدماغ أو جراحة الشرايين، وهيدي جرح الحرب ممكن يتعرضوا لهالنوع من الإصابات. أنا نقص بالأطباء، ما ندبر حالنا بالموجودين. في وقت أشار رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبد الله في تصريح إلى أن نقابة المستوردين قد وضعت خطة ب تتلخص بإيجاد مستودعات في قبرص بديلة عن لبنان بالاتفاق مع الشركات المستوردة وتأمين خط بحري بين قبرص ولبنان ليكون البديل في حال أقفل المطار ومنعت الطائرات من الهبوط والإقلاع من لبنان.